تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس عيب من التوبيخ لا أرضى استماعه. وإن عصيتني وإن جافيتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. كانت هذه أو شبيهة بها الأبيات التي قالها الإمام الشافعي مشاهدينا الكرام، وذاتها تنطبق على شاعرنا الذي دائما نجده حريصا على تسويق القيم والأخلاق السامية في شعره، يغلب المبدأ على الجمالية، وإن كانت الجمالية حاضرة وبقوة في شعره الذي يحمل صفة القيمة الأخلاقية قبل أن يكون فنا إنسانيا أو لسان عرب. عن القصيدة العربية هذا الحديث في بيت القصيد، وضيف هذا الأسبوع معنا عبر سكايب من السعودية الشاعر الفلسطيني الدكتور جواد أبو هليل. حياكم الله دكتور جواد، وأهلا وسهلا بك في بيت القصيد. حياك الله أخي مصطفى، وجزيل الشكر لكم وللإخوة في قناة الرافدين وفي برنامج بيت القصيد. دكتور جواد، بادئ ذي بدء، وقبل أن نذهب إلى الأسئلة الشعرية نذهب إلى سؤال يحمل خصوصية فلسطينية وقد يزعج الكثير من الشعراء، وربما كنت من جمهور محبي الشعر الذين ربما ينزعجون من مثل هذا السؤال، لكنني أريد رأيك وبصراحة. الكثيرون يتهمون المشهد الشعري الفلسطيني ويقولون إن درويش أغلق الباب بعد وفاته، هل هذا صحيح؟ رأيك في المسألة؟ إلى حد ما، حتى أكون صريحا، يعني محمود درويش علق عاليا بحيث يعني يصعب على الكثيرين منا التفكير في يعني الوصول إلى المكان التي وصل إليها درويش، ولكن هذا لا يعني أن محمود درويش يعني قد أغلق الباب تماما. أظن أن الباب لا يزال مواربا، وأن المجال مفتوح لكثير من المبدعين، وقد رأينا في بعد درويش العديد من الشعراء المبدعين مثل تميم البرغوثي مثلا على سبيل المثال. لا أظن، أعتقد أنه سيكون بنفس مكانة محمود درويش، ولكنه شاعر مبدع، وهناك كثير غيره ممن لم يسلط عليهم الإعلام بشكل جيد. أعتقد أن ما ينقصنا في المشهد الفلسطيني الاهتمام الإعلامي الذي سيجتيح المجال لكثير من الشباب المبدعين ليصلوا إلى كثير مما حققه درويش وإن لم يصلوا إلى مكانه تماما. إلى جانب الاهتمام الإعلامي الذي تطلبه، وإن كنا نحاول قدر المستطاع وهناك الكثير يحاولون إسقاط الضوء على تجارب الشعرية تستحق كل تقدير واحترام، تستحق أن تقع أو تقف تحت النور حتى تقدم إلى محبي القصيدة العربية ونرتقي جميعا بلغة الضاد التي تمثلنا. دعني أذهب الآن وقبل الشعر دكتور إلى سؤال من نوع خاص أيضا. وجدت أن لك سمتا في التعامل مع الشعر، لك منهجك الخاص، تحاول قدر المستطاع أن تكون وفيا لروح أبيك فتطلق المسابقات الشعرية. السؤال هنا، لماذا هذا بالتحديد؟ ما السبب من وراء هذا النشاط؟ وبدأت الفكرة حقيقة ليس في مجال الشعر فقط، ما بدأت الفكرة يعني تخليدا لروح والدي رحمه الله، ومن مبدأ صدقة جارية وولد يدعو له، وأنا أعتقد أن أردت أن يشاركني في هذا الدعاء العديد من الناس، وليس يعني أدعو له فقط بنفسي، وإنما أحاول أن أحث الأصدقاء والناس الآخرين على أن يدعوا لوالدي رحمه الله. فكانت مبادرة جائزة الأستاذ المربي الراحل يونس أبو هليل للتميز، وبدأت في البداية بتكريم أفضل 3 رسائل ماجستير في الرياضيات. أنا اخترت الرياضيات لأنه تخصصي الذي أفهم فيه يعني. فكانت هذه البداية، ثم انتقلنا إلى مجالات أخرى، ثم مع بداية عودتي إلى الساحة الشعرية لأنني كنت قد انقطعت يعني أكثر من 20 عاما عن الساحة الشعرية، لم أكتب فيها شيئا. ثم عودتي إلى الساحة الشعرية رأيت أننا في فلسطين بالذات لا يوجد اهتمام كافي، لا توجد مسابقات ثقافية كافية، لا توجد جوائز شعرية أو جوائز حتى للأدباء بشكل عام. فانطلقت هناك الفكرة، ثم تطورت لتشمل، بناء على نصيحة بعض الأصدقاء والشعراء الكرام، انطلقت لتشمل أيضا العديد من الشعراء العرب. فكانت يعني بكورتها هذا الديوان اللي هو جاء في وقت إغلاق المسجد الأقصى، جاء هذا الديوان لن تسكت المآذن، هذا الديوان الأول الذي أصدرناه عن روح والدي رحمه الله لن تسكت المآذن، وكان في 2018 في عند صادر عن دار النخبة في مصر، وضم قصائد ل50 شاعرا عربيا بعد أن أفرزنا عبر لجنة تحكيم سرية حوالي 200 نص.
فاخترنا منها يعني من باب الوفاء، من باب الوفاء للأب الراحل ولإثراء الشعر العربي ولغة الضاد التي نعتز بها جميعا، كانت الجهود المتواصلة أيضا منكم دكتور جواد أبو هليل. على أي حال سنتحدث ونأتي على الكثير من الأسئلة والطروح المتعلقة بالشعر واشتغالك فيه أو اهتمامك فيه. قبل هذا دعنا نذهب إلى أولى القصائد التي ستقرأها علينا في هذه الحلقة من بيت القصيد، وليتك تتحلى بالأنات قليلا أثناء إلقائك بخلاف ما جاء في إجاباتك. تفضل دكتور. إن شاء الله. أنا اخترت أن أبدأ ببعض الرباعيات وليس بقصيدة كاملة إن سمحت لي. وهذه الرباعيات فكرتها يعني أننا نعيش الآن في عصر يعني لم يعد هنالك نفس عند القارئ ليقرأ المطولات، يعني قلما تجد قارئا يقرأ الآن. أنا عندي بعض النصوص يعني التي تتعدى ربما 200 بيت، وبعضها 60 يعني تحوي 60 بيتا أو 100 بيت، أو يعني معظم النصوص طويلة. ولكن لاحظت أن الناس أو الجمهور، ويعني هناك يجب أن يكون توازن بين حرص الشاعر على أن يكتب شعرا جيدا، وعلى أن أيضا يحظى بالمتابعة. أنك إن كتبت شعرا ولم يحظى بالمتابعة فالفائدة قليلة، وقد فقدت الرسالة التي يجب أن يحملها هذا الشعر. فأقرأ بعض الرباعيات، والرباعيات هي أربعة أشطر أو أربعة أشطر، لأن من بيتين. هنالك من يسمى الرباعيات أربع أبيات، ولكن بالنسبة لي هي أربعة أشطر. تفضل يا دكتور. ويح الصداع، أكاد من ألمي أجن، وأكاد أكسر ما فؤادي قد وزن. رأسي كمثل رحن وما لعبت به بنت الكروم، وإنما بنت اليمن. جميل، زدنا. وما مثل الحكومة إن تمادت من جديد، ومن عرق الورى تخذت نبيذا مجددا لو ولم سمحت. أرى قبلها عجلا سمينا يلاحق فكه شعبا حنيدا. مجددا إن كنت تسمعني ليتك تتفضل بإعادة الأبيات الأخيرة. وما مثل الحكومة إن تمادت، ومن عرق الورى تخذت نبيذا، فلم أرى قبلها عجلا سمينا يلاحق فكه شعبا حنيدا. تفضل أكمل. جميلة هذه المراوحة. أهديتها ما غردت فيروز، وحسبتني بفؤادها سأفوز، وظننتها حالا تسر، فإذ بها ضد الغرام وأهله تمييز. أهديتها لطيفة. ما غردت فيروز، وحسبتني بفؤادها سأفوز، وظننتها حالا تسر، فإذ بها ضد الغرام وأهله تمييز. الآن دعنا نذهب إلى فلسطين التي تحب، والقدس التي أراك هائما بها شعرا ونثرا وتحشيدا وتحريضا للكثير من المحبين للشعر وللعرب بكل مكان. ليتك تتفضل بالقراءة علينا مما يتوفر بين يديك دون داعي لأن تتعب نفسك بالبحث كثيرا. تفضل دكتور. وأنا اخترت بعض الأبيات أو من قصيدة طويلة هي اسمها جدارية القدس. تفضل. القدس مهما هودوها القدس، ما غير التاريخ يوما طمس، والشمس ما خجبت بغربال، وكم عادت لتهزأ بالغيوم الشمس. القدس مهما هودوها القدس، ما غير التاريخ يوما طمس، والشمس ما خجبت بغربال، وكم عادت لتهزأ بالغيوم الشمس. ما روض الغازون يوما أسدنا، أحلامنا مهما يسوس شمس. إن جئتم القدس العتيقة أنصتوا، ما للجداريات جدر خرس. ما من جدار في أزقتها ولم ينقش عليه، فكل حيط طرس. ما القدس أطلال ولا هي رغم آلاف السنين على الحكاية درس. جدرانها كتب لتاريخ الورى، وبكل زاوية ودرب درس. كم عابرين تعطروا بغبارها، فالروم كانوا ها هنا والفرس. وتبدلت أسماؤها وتبدلت أسماؤها، لكن يبوس وإيليا وأور سالم أس. واسم الجميلة متقدس روحها بالمصطفى وابن البتيل القدس.
واسم الجميلة متقدس روحها بالمصطفى وابن البتول القدس. شهدت لنا آثارها قبر الورى ما في شهادات الحجارة لبس. شهدت لنا آثارها قبل الورى ما في شهادات الحجارة لبس. كم أنشبوا فيها مخالب معول فأتت بما لا يشتهون الفأس. فأساسها إرث اليبوسيين في توراتهم مهما اعتراها الدس. أنفاقها تنمى إلى كنعان، أنفاقها تنمى إلى كنعان، كم دلت على أبهى الظباء الكنس. وقبابها لبني أمية دمغة، وقبابها لبني أمية دمغة تنبي عن الباري الكمي القوس. أسوارها تحكي بني عثمان، أسوارها تحكي بني عثمان، لا يجدي إذا ظهر الهلال الحدس. زدنا دكتور. القدس جرح غائر يا أمتي، ما غير نصر الله جرحك يأس. والنصر وعد من عليم قادر، ما هز إيماني بربي يأس. ما الوعد وهم منجم بل آية، ما شك في القرآن إلا نجس. فالقدس واحة من أتاها زائرا، لكن لمن يعد الحدود الرمس. والقدس واسطة العواصم كلها، والقدس واسطة العواصم كلها، أبهى جنان الخالق الفردوس، أبهى جنان الخالق الفردوس. والقدس فردوس العواصم وفردوس العرب التي لا يمكن أن يتخلى عنها عربي ومسلم في الأرض قاطبة. وطبعا دكتور متواصلون معك، ولكن قبل أن نكمل سنذهب لإلقاء إضاءة على نص قصير للإمام الشافعي، ومن ثم نعود. إذن مشاهدينا الكرام نتابع هذه القصيدة ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه. ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه. ولكنني أسعى لأنفع صاحبي، وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. ولا خير في الشبعان إن جاع صاحبه، هذه الحكمة التي تجلت في نهاية أبيات الإمام الشافعي رضوان الله عليه. بالعودة إلى شاعرنا، معنا عبر سكايب من السعودية الشاعر الفلسطيني الدكتور جواد أبو هليل. دكتور جواد، يقول الشافعي في نهاية النص الذي استمعنا إليه: ولا خير في الشبعان إن جاع صاحبه، ماذا تقول في شعر الحكمة والحماسة؟ ألا تتفق مع من يرون أن هذين النوعين من الشعر قد أوشكا على الانقراض، أو هما شبه منقرضين في زماننا؟ إلى حد ما، وربما انقرض الحكماء. يعني إلى حد ما نحن نعيش في عصر، يعني عصر صعب وعصر سريع الحركة، وبالتالي قد يكون هنالك قلة في الحكماء بشكل نعم. عام، والشعراء جزء من هذا المجتمع، وقد يكون الحكمة أيضا يعني قد غابت في هذا العصر إلى حد بعيد، ولكن لا أقول أنه انتهى تماما. نعم. هناك كثير من الشعراء المبدعين الذين يكتبون الحكمة، ولكن ما طغى على المشهد أعتقد أنه بسبب تسارع الأحداث، والأحداث التي نعم. يعيشها عالمنا العربي بشكل يعني خاص، طغت الأحداث على الشعر بحيث أصبح كثير من الشعر شعر مناسبات. نعم. وهنا لا بد لي من يعني كلمة لأقول إنه لا يوجد عيب في هذا. الشاعر الذي لا يتفاعل مع أحداث مجتمعه ومع ما يدور حوله من أحداث هو يعيش في برج عاجي
يستطيع أن يكتب من الشعر ما يشاء، ولكن في النهاية لم يقدم شيئا للمجتمع. نعم. الشاعر وجزء من المجتمع، بل هو من قادة ونخبة المجتمع الثقافية، وإن لم يكن له تأثير ورأي فيما يجري حوله، فبالنسبة لي أنا أراه يعني يعيش في برج عاجي لا صلة له بالناس، وبالتالي مهما كتب من شعر فأظن أن شعره وإن كان جميلا من الناحية الفنية إلا أنه لن يعيش. هذا طبعا رأيي الخاص ويعني لا ألزم به أحدا. الشاعر الذي لا يحمل رسالة سامية هو عبء على اللغة التي يمتلك أدواتها ولا يحسن استثمارها بما يخدم البشرية والأفكار التي تسمو بالإنسان وأخلاقه. دكتور، إيمانا بالأوطان وحبا بهذه اللغة الوجدانية العالية التي تربطنا بالوطن العزيز، ليتك تتفضل بإلقاء قصيدة أخرى تحملنا من خلالها إلى الوطن الذي تحب. تفضل، ماذا يعني ستقرأ علينا هذه المرة؟ قصيدة كتبتها على من وحي رائعة الشاعر الفلسطيني عبد الكريم الكرمي أبو سلمة رحمه الله، رحمة الله، المتوفى عام 1980. نعم. وله يعني البيت المشهور: فلسطين الجريحة كيف أغفو وفي عيني أطياف العذاب. نعم. فعلى وزنها ومن وحيها وليس مجاراة لها. فأنا أعتقد أن كما يقولون في المثل الشعبي، صاحب الأول ما ينلحق، وبالتالي القصيدة الأولى دائما هي لها السبق أكيد، أفضل والأجمل. تفضل، أسمعنا يا دكتور. قصيدة بعنوان اغتراب الروح: ولولا جرع قلبي للعذاب لأجدب من قوافيه العذاب. ولولا جرع قلبي للعذاب لأجدب من قوافيه العذاب. بخار الماء لا يعلو إذا لم يحرك ضوره صوت اللهاب. قصيدي ممطر في كل قلب ويحيي الزرع في الروح اليباب. وما نشء كما سحب ثقال، وما كالمعصرات ندى الضباب. وما بث القوافي مثل حزن، ولا خط القصائد كاغتراب. فكيف إذا هما اجتمعا علاما يحن إلى المعاهد والصحاب. فكيف إذا وما بث القوافي مثل حزن مجددا، ولا فكيف إذا كاغتراب. دكتور جواد، فكيف إذا هما اجتمعا علاما يحن إلى المعاهد والصحاب. وكيف إذا اغتربنا عن بلاد يخضب كفها دم الشباب. وكان التين والزيتون فيها كروما سورت آي الكتاب. وكان التين والزيتون الحبيبة. وكان التين والزيتون فيها مجددا. وكيف إذا اغتربنا عن بلاد يخضب كفها دم الشباب. وكان التين والزيتون فيها كروما سورت آي الكتاب. فلسطين الحبيبة لست أرضا، وإن عفرت شعري في التراب. فإنك أنت سدرة أمنياتي وثامنة السماوات الرحاب. أخالك جنة المأوى، فما في الغواني مثل حورك والكعاب. وحول المسجد الأقصى رجال فدوا بدمائهم أبهى القباب. سهولك من ترفعها جبال، وللوديان من أعلى الهضاب. وأما الراسيات فلم يطلها ولم يعلو الذرى غير السحاب. سهولك من ترفعها جبال، وللوديان من أعلى الهضاب. وأما الراسيات فلم يطلها ولم يعلو الذرى غير السحاب. وإن حوصرت من نغل فطاها شدى لصموده ورق الشعاب. ورب صحيفة كتبت بليل لمن راموا محاصرة العقاب. الله الله. وإن حوصرت من نغل فطاها شدى لصموده ورق الشعاب. ورب صحيفة كتبت بليل لمن راموا محاصرة العقاب. فلسطين الحبيبة عدت أشدو، فقد آدى الفتى نعب الغراب. وما كان اغترابي عنك طوعا فقد سدوا بوجهي ألف باب. وما كان اغترابي عنك طوعا فقد سدوا بوجهي ألف باب. وهل ملك الخيار من الرزايا تخير بين حنظلة وصابي. فطيرة زعتر مع زيت كرمي أحب إلي من كيلو كبابي. وعنقود من العسل المصفى أحب إلي من بنت الخوابي. سنرجع
سنرجع رغم أنف بني الأفاعي إلى من تشتكي طول الغياب، وإن أرجع وما في الجيب فلس فما غنم المغرب كالإياب، وإن أرجع وما في الجيب فلس فما غنم المغرب كالإياب. فما غنم المغرب كالإياب، عسى أن يكون الإياب قريبا مكللا بالفخار وورق الغار والانتصار المرتقب لفلسطين، القضية الإسلامية والعربية التي لا يمكن أن يسقط حق شعبها بالتقادم. دكتور جواد، وكما اتفقنا بشيء من الأنات، أريد منك أن تجيب على هذا السؤال وأن يتسع صدرك لما سيأتي فيه. كثيرون يقولون، خصوصا يعني في الآونة الأخيرة، كثر القيل والقال عن فكرة أن الفلسطينيين هم الذين تركوا أرضهم، هم الذين هاجروها، هم الذين باعوها للاحتلال الصهيوني ولم تسب منهم عنوة. من أجل تصحيح مثل هذه المعلومات المغلوطة، ما الذي يمكنك أن تقوله في مثل هذا المقام؟ يعني أنا أنصح، بما أننا في هذه الأيام نترحم على المخرج حاتم علي، وأنا أؤمن بدور الفن في لأنه أبلغ من يعبر عن الوضع السياسي إن كان من يقوم عليه صادقا. أنصح هؤلاء بمشاهدة التغريبة الفلسطينية، يمكنهم المشاهدة وإعادة مشاهدتها على اليوتيوب أو غيره. وليست القضية قضية فقط مشاهدة حلقات يعني قد لا تروي الحقيقة. الشعب الفلسطيني الذي لا يزال في المخيمات، أين الثمن الذي قبضه؟ ولو كان قبض ثمنا، فلماذا يعيش كثير من الفلسطينيين وملايين الفلسطينيين في المخيمات وما زال في المخيمات؟ لماذا تغرب وما زال يتغرب آلاف الشباب الفلسطينيين ما دمنا قد قبضنا الثمن؟ من قبض الثمن معروف، وقبضوه على يعني ليس مالا فقط، وإنما قبضوه اتفاقيات ومعاهدات والأمور يعني واضحة لكل ذي عينين. ومن أراد أن يتهم الفلسطينيين فيراجع نفسه أولا. لكنكم منقسمون إلى اليوم، ويبدو أنكم أحببتم التعايش مع الانقسام حوالي 15 عاما، وأنتم منقسمون ويبدو أنكم سعداء بهذا الانقسام. يقول قائل، ماذا ترد عليه؟ نعم، للأسف نحن منقسمون قبل ما حدث في عام 2006. نحن منقسمون منذ نشأ الحركة الفلسطينية. وهذه يعني إن راجعت سيرة الحركات التحررية في معظم بلدان العالم ستجد أنها لم تكن أبدا موحدة. طبعا هذا ليس دعوة للانقسام وتكريس الانقسام، أنا أدعو وأحمد السلطتين. أنا أعتقد أننا في فلسطين لا نعاني من سلطة واحدة، وإنما يوجد سلطتان. نعم. قد تتفاوتان في المسؤولية، قد أكون أنا أحمل إحداهما مسؤولية أكثر من الأخرى، بخاصة التي تدعي تمثيل جميع الفلسطينيين، ولكن الواقع يقول أن عندنا سلطتين في غزة تتحملان مسؤولية الانقسام، ويجب على السياسيين أن وشرفاء في حركتي حمص من غزة والضفة، نعم، يعني الشرفاء في الحركتين. وأنا يعني أقول وما زلت أن الحركتين تعماني أو يعني تفتقداني بالشرفاء الذين الوطنيين الحريصين على مصلحة الشعب الفلسطيني، وأناشد هؤلاء الشرفاء ولا شك في ذلك مجالا للمستفيدين من الانقسام بالاستمرار. نعم، أحسنت يا دكتور. إلى نحن نعترف أننا مخطئون ونعترف أن هذه مشكلة. نحن لا نريد أن نخبئ مشاكلنا، ولا نريد، ولا في الوقت ذاته لا ننشر غسيلنا، ولكن هذا واقع. من الجيد أن تكون صادقا مع نفسك، صريحا مع غيرك. وصمة عار في تاريخ الشعب الفلسطيني ويجب أن ينتهي. نعم، هذا ليس نشر غسيل بقدر ما هو قراءة حقيقية وعميقة يعني في الواقع. يعتبر هذا نشر الغسيل، هذا لم يعد يعني للأسف أن صورة الفلسطيني تآكلت في السنوات الأخيرة. نعم، خصوصا أن العالم كله أصبح يعيش في قرية صغيرة واحدة، وأصبحت القضايا كلها مشتركات ما بين شعوب المنطقة، فكيف بمن يتكلمون نفس اللغة ويدينون بنفس الدين ويحملون هم ذات القضايا الوطنية والعربية والإنسانية؟ إلى قصيدة جديدة، ماذا ستقرأ علينا هذه المرة دكتور جواد أبو هنيل؟ يعني نذهب إلى الغزل نوعا ما. تفضل. حتى لا يقال بأنني فقط يعني أكتب نصوص الجامعة نوعا ما، يعني نوع واحد لك ما تقول. والغزل بالنسبة لي أنا هو أساس الشعر العربي. أعتقد أن يعني هنالك شعراء
مبدعون يتجنبون الغزل ولهم وجهة نظر فيه، ويعني أنا أحترم وجهة نظرهم، ولكن نعم. أعتقد أن الغزل هو منبع الشعر العربي، فالشعر العربي بدأ بالغزل في رأيي الخاص وثم انتقل إلى الأغراض الأخرى. تفضل. والله أعلم. القصيدة بعنوان متران. بيني وبين حبيبتي خجل البنات، وحياء شعر البوح في أحلى اللغات، ما بيننا صعب علي بيانه، وأنا الذي طوعي ألوف المفردات. بيني وبين حبيبتي خجل البنات، وحياء شعر البوح في أحلى اللغات، ما بيننا صعب علي بيانه، وأنا الذي طوعي ألوف المفردات. فأنا الذي أعجمت قاموس الجوى في شعر أفداد العصور البائدات، وأنا الذي فككت شفرات الهوى والشوق في بوح الحسان الشاعرات. متران متراني من متران بين نعيم وصل هانئ وجحيم هجر في زمان المعجزات، ترنو إلي وخافقي يرنو إلى ريم كما حور الجنان الفاتنات. لكنما قلبي تجمد مثلما رجل الجليد، فوجهها كالأحجيات. الله ماذا الله. تريد ترنو إلي وخافقي يرنو إلى ريم كما حور الجنان الفاتنات. لكنما قلبي تجمد مثلما رجل الجليد، فوجهها كالأحجيات. ماذا تريد؟ وما الذي لي قاله سحر العيون الفاتنات الناعسات؟ بيني وبين حبيبتي متران، بيني وبين حبيبتي متران، لم تعبر إلي ولم أخاطر بالنجاة. بيني وبين حبيبتي متران، لم تعبر إلي ولم أخاطر بالنجاة. فالموت دون صدودها لو مرة، وكرامتي أعلى وأثمن من حياتي. الله 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 الله. لكن كرامتي أعلى وأثمن من حياتي. أكمل يا دكتور. لكن وبعد رحيلها أدركت أن عيش القطيعة بعض أصناف الممات. لكن وبعد رحيلها أدركت أن عيش القطيعة بعض أصناف الممات. هل كان شعري دون غيري تهمة كيما تواجهني ببعض البينات؟ أعدمت شعري حينما حكم القضاء بفراقنا، وحرقت أشجى الأغنيات. واليوم عدت مغردا بقصائدي، ونثرت في أبهى المرابد أمنياتي، فوجدتها بعد الغياب بروضة، فوجدتها بعد الغياب بروضة من حولها أحلى الزهور العاطرات. لما عدت كي تحيي المرارة والأسى، لما عدت كي تحيي المرارة والأسى في رشفة الصهباء عند الأمسيات. فتسللين إلى القصيد بخفة أثر الفراشة في الرياض الزاهرات، فتمايلين على سطور قصيدتي برشاقة كالراقصات الحافيات، تتلصصين على حروفي خلسة بعيون صيادات بط ماهرات. ما كنت عابرة لقلبي مثلما مرت به بعض الحكايا العابرات، ما كنت عابرة لقلبي مثلما مرت به بعض الحكايا العابرات. أنا لست أقبل أن تكوني صفحة من بين آلاف الصبايا المعجبات. الله الله. أنا لست أقبل أن تكوني صفحة من بين آلاف الصبايا المعجبات. أنا لست أرضى غير حب كامل ومرفل إن يرضى غر بالفتات. شعري وجيب القلب في صدري، ونبض العرق إذ يغزوه عطر الذكريات. أنا مدمن سحر القصائد، إنما ما كان شعر البوح صنف مخدرات. ما كان شعر البوح صنف مخدرات. وأنعم بهذا العزف البهي الشجي دكتور جواد. يقولون يا دكتور إن القلب الجريح هو الأقدر على التجاوب والتعاطف مع ذوي الجراحات المشابهة لجرحه، وهكذا هو الجرح الفلسطيني دائما العاطفة
ومن جهة أخرى قد تجد من يقول لك بلدك جريح وتكتب الغزل. هل هناك تناقض ما بين فكرة أن فلسطين محتلة وأن الشاعر يبحث عن الحياة، أم أنهم يريدون لكم أن تكونوا دائما على صداقة أبدية والموت؟ بالنسبة لي أنا يعني هنالك وقد تكون نظرة فلسفية. نعم. الوطن حب، والدين حب، والعشق حب، والوفاء للوالدين حب، والوفاء للأصدقاء حب. أنا بالنسبة لي الحب دين ومنهج حياة. ويعني أنا يعني أتذكر حتى يعني كتيبا قرأته في صغري بعنوان الدعوة إلى الله حب. نعم. أنا يعني حتى أعترض على كثير من الناس الذين يعني يأخذون الـ يعني يحملون السلم بالعرض إن شئت، ويحاولون أن يعني يجرحوا الآخرين، يعني دائمي الانتقام، دائمو الانتقاد لغيرهم مهما فعلوا. يعني دعوا الناس تكتب ما تشاء، الشعر كما تعلم أنت وأنت شاعر مبدع وليست هذه مجاملة. أشكرك. يعني الشعر يفرض نفسه فرضا. أنا لا أجلس وأقول سأكتب اليوم قصيدة غزل، وأجلس وأكتب غدا قصيدة مديح نبوي، أو بعد غد أكتب قصيدة وطنية. الشعر يأتي هو واحد. نعم. من يجلس ويكتب ويريد أن يكتب موضوعا معينا هذا ناظم. وأنا لا أنفي أنني أحيانا أجلس وأكتب في موضوع معين بوحي من، ولكن يكون هنالك دافع. مثلا هناك جرت مثلا. نعم. مجزرة، رأيت مثلا مشهدا على التلفاز، رأيت صورة أوحت لي بقصيدة، وأجلس وأكتب من وحي هذه الصورة أو القصيدة. لكن معظم ما أكتبه، وليس هذا ادعاء، هو شعر مرتجل. وحتى أنني يعني أكتب على واجهة الفيس مباشرة، ولا أعبأ حتى يعني من أن يكون منقحا ثم أنقح فيما بعد. هناك قصائد لي أو نصوص، لا أسميها قصائد لأن كونها قصائد أم ليست قصائد مجرد نصوص، ويعني حكم ليس لي، ليس للشاعر، وإنما ليس للكاتب، وإنما لا. للناقد المنصف. مستمرون معك دكتور جواد أبو هليلة، الشاعر الفلسطيني المقيم في السعودية، ولكن لابد أن نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، بعده نواصل ما تبقى من بيت القصيد في هذه الحلقة، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدين الكرام، وما زلنا في بيت القصيد، وضيفنا في هذه الحلقة معنا عبر سكايب من السعودية الشاعر الفلسطيني الدكتور جواد أبو هليل. دكتور جواد، إن كنت تسمعني ولا تزال معنا، نريد أن نذهب إلى حديث من نوع خاص فيما يتعلق بالمسابقات التي تهتم بالمشهد الفلسطيني والقضية الفلسطينية وحشد العرب والمسلمين حول هذه القضية. حدثنا عن هذه الجهود بين ما مضى وما سيكون لاحقا. يعني في البداية كما يقولون يعني أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام. أحسنت. هنالك لا شك تقصير رسمي كبير، بخاصة من وزارة الثقافة الفلسطينية ليكون صريحا، يعني نعم، في حشد المثقفين والأدباء العرب حول القضية الفلسطينية، خاصة في هذا الوقت. نعم. يعني نحن بحاجة إلى مهرجانات فلسطينية تدعو كبار الشعراء العرب إلى فلسطين، ليأتوا إلى رام الله وإلى الخليل وإلى القدس وإلى غزة. وأنا لا أعد هذا تطبيعا أبدا، يعني أنا لي رأي آخر، ويعني لا أريد أن يفهم كلامي خطأ أن هذه دعوة إلى أن يأتي الناس عبر بوابة التطبيع. من يأتي عبر بوابة التطبيع فله أحذية أهل القدس جاهزة مسومة يعني وجاهزة للمطبعين. أما من يدعى من الشعراء والأدباء والمثقفين العرب
عبر القنوات الرسمية لمسابقة ثقافية، لمهرجان ثقافي، لفعالية ثقافية. فأنا أدعو وزارة الثقافة الفلسطينية والجمعيات الغير الحكومية الفلسطينية إلى تبني دعوة الشعراء والأدباء العرب من الأقطار العربية كافة ومن الأقطار الإسلامية كافة إلى فلسطين، ليأتوا ويحيوا مهرجانات وأمسيات ثقافية وأمسيات شعرية من حتى تعنى بالقضية الفلسطينية ولتعيد اللحمة العربية والإسلامية للقضية الفلسطينية. ولكن هذا لا يمنعنا أن تكون هنالك مبادرات شخصية. وأنا على المستوى الشخصي كانت هنالك يعني جائزة الوالد رحمه الله، جائزة الأستاذ الراحل المربي يونس أبو هليل للتميز، وقد بدأت في قبل ست سنوات، وبدأت في بتكريم أفضل رسائل ماجستير للرياضيات في الجامعات الفلسطينية، وتم هنالك حفل تكريم للفائزين. ثم انتقلت إلى عمل مسابقة أو إقامة مسابقة شعرية، واستلمنا نصوصا من حوالي 50 شاعرا فلسطينيا، وتم تحكيم هذه القصائد وفاز فيها 3 شعراء من فلسطين. ثم انتقلنا إلى بوحي من الحدث، وأنا هنا أعود مرة أخرى إلى التفاعل مع الأحداث. عندما أغلق المسجد الأقصى تتذكر في 2017 أو قبل ذلك، قبل عدة سنوات، كانت هنالك فكرة نشر ديوان لن تسكت المآدم، تعبيرا عن رفضنا لإغلاق المسجد الأقصى واحتجاجا على إغلاق المسجد الأقصى. وهذا ما نستطيعه كمثقفين، يعني نحن لا نملك سلاحا، وإن كنا نؤمن بالسلاح كوسيلة تحرير فلسطين. هو ذاته الديوان الذي عرضت غلافه في بداية هذه الحلقة. نعم. هنالك فقمنا بعمل مسابقة ثقافية، مسابقة شعرية، وشارك فيها حوالي 200 شاعر في عربي. ثم كانت هناك لجنة تحكيم عبر 3 مراحل، وانتهينا بنشر هذا الديوان لن تسكت المآدن. نعم. عام 2018 في دار النخبة مصر، وقد تم توزيع بعض النسخ أيضا في المهرجان الثالث للشعر العربي في مصر، وأنا شاركت في هذا المهرجان وقمت بتوزيع بعض النسخ على بعض المشاركين في هذا المهرجان. وهنالك أيضا طبع قبل عدة أسابيع ديوان آخر هو أجراس العودة بمناسبة مرور 70 عاما على النكبة الفلسطينية. نعم. هناك كان ديوان أجراس العودة، وهذا يعني في هذا الموضوع. هنالك فكرة لديوان جديد عن التطبيع، ولكن يعني الفكرة لم تتبلور بعد، وأنا ما زلت يعني في طور التفكير في الخطوة القادمة إن شاء الله. على أي حال نتمنى لك التوفيق دكتور جواد أبو هليل الشاعر الفلسطيني وأستاذ الرياضيات. أثر الرياضيات في القصيدة، قبل أن ننتقل إلى قصيدة جديدة، هل تؤثر الرياضيات واشتغالك في هذا المجال الذي له علاقة بالأرقام والحسابات وهذه المعادلات الصعبة لكن التي تحتاج ذكاء طبعا واسع، هل تؤثر على القصيدة أحيانا؟ بلا شك، يعني أنا اللي هناك يعني بس أذكر طرفة، ذكر لي أحد الأصدقاء أن بعض النقد الذي يوجه لي أنني أحب الرياضيات في الشعر، والحقيقة أن هذا ليس حقيقيا، يعني أنا. إنما لا أنفي أنني أتأثر طبعا، يعني كل إنسان يعني كل كاتب يتأثر بخلفيته الثقافية وبمجال تخصصه وبقراءاته. أنا يعني أتأثر وبكل شيء أقرأه سواء في تخصصي أو حتى في منشور على الفيس أو وهذا أمر طبيعي أم طبيعي. فأن تدخل الرياضيات عبر بعض أو أن توحي للرياضيات ببعض القصائد، نعم، وهنالك بعض القصائد ربما أن أخصص لها ديوانا في المستقبل هي من وحي الرياضيات، من وحي بعض الرياضيات. بعيدا عن وحي الرياضيات، ذهابا إلى وحي القصائد العذبة، إلى قصيدة جديدة، وليتك تأخذنا إلى البلاد التي نحب الوطن مرة أخرى لو سمحت دكتور جواد، إلى الشعر مجددا، تفضل لك المنبر. وأنا أتكلم عن الوطن العربي الكبير في هذه المرة، ومن وحي الأحداث التي جرت عندنا أو تجري في هذا الوقت وزمن الكورونا، يعني كما يقولون أو عام الكورونا، فكانت هذه القصيدة. ونبه بالمطلع، المطلع طبعا قصيدة المتنبي الشهيرة: عيد بأي حال عدت يا عيد، لما مضى أم لأمر فيك تجديد، يعني عرضها والكثير من الشعراء وأبدعوا فيها، وكانت لي هذه أنا المساهمة، ليس كمعارضة للمتنبي، فلست ممن يدعون معارضة المتنبي، ولكنها من وحي قصيدتي. دعنا نسمع والجمهور له حق الحكم يا دكتور. إلى القصيدة مباشرة، تفضل.
العيد في زمن الكورونا عيد بأسوأ حال عدت يا عيد فليس فيك سوى للحزن تجديد. عيد بأسوأ حال عدت يا عيد فليس فيك سوى للحزن تجديد. وكيف تنفذ أنوار السرور لنا وليل خيبتنا بالجهل مشدود. يا الله. والهم أقرب من حبل الوريد لنا ودون من علقت أرواحنا بيد. وما سوى الشعر يشجينا ويطربنا وقد يرق لبعض الشعر جلمود. وقد يرق لبعض الشعر جلمود. قد كان أولى بهذا العقد ريم فلا لكنما لم تعد تسبي الفتى الغيد. فكم حرائر في سجن الطغاة وكم تهجرت عن بواديها أماليد. أحوالنا انقلبت رأسا على عقب فالعبد سيدنا والحر مصفود. والفقه في الدين أقصينا أئمته فصار يفتي لنا في الخمر عربيد. والفقه في الدين أقصينا أئمته فصار يفتي لنا في الخمر عربيد. وجاهليتنا جهل الأولى سبقت فذي الطوائف قادتها المناكيد. والجهل منتشر والجود منكسف والحكمة اندثرت والعدل موؤود. يا الله. أنا ننام وما جئنا مفارشنا إلا وضاجعنا هم وتسهيد. ففي الشآم وفي ليبيا وفي اليمن الحزين قد ملئت منا الأخاديد. وذي المساجد قد ناحت حمائمها فليس فيها لآي الله تجويد. نادى المؤذن صلوا في رحالكم فباب مسجدكم بالذنب موصود. يا الله. وذي المساجد قد ناحت حمائمها فليس فيها لآي الله تجويد. نادى المؤذن صلوا في رحالكم فباب مسجدكم بالذنب موصود. يا الله. ما كان يطرد من بيت الكريم سوى من لم يؤدبه إحسان ولا جود. ما وحد الله قوم يشركون به ولا إله ورأس المال معبود. يا الله. أحسنت والله. ما وحد الله قوم يشركون به ولا إله ورأس المال معبود. لا يعمر الحرمين الزائرون إذا أخلى من الثالث العمار تهويد. ما طاف بالكعبة الغراء من قعدوا وزيتهم عن سراج القدس محدود. لا يعمر الحرمين الزائرون إذا أخلى من الثالث العمار تهويد. ما طاف بالكعبة الغراء من قعدوا وزيتهم عن سراج القدس محدود. ما عادت القدس ترجو المسلمين فما لهم سوى قول كنا قبل تغريد. والعرب عارية من دون أسلحة فالسيف شجب العدا والرمح تنديد. نعظم العيد تعظيما لخالقنا لكنما فرح المكلوم مفقود. لا عيد يفرحنا والقدس باكية ويوم عودتنا للموطن العيد. لا عيد يفرحنا والقدس باكية ويوم عودتنا للموطن العيد. ويوم عودتنا للموطن العيد. لا عيد يفرحنا والقدس باكية ويوم عودتنا للموطن العيد. عيدنا يوم عودتنا. هذا ما أكتب بهذا القدر منها. هذا القدر. أحسنت يا دكتور. لعلي أستثمر ما تبقى من وقت فنكون جسر محبة ما بينك وبين المدينة التي تنحدر منها وتحبها مدينة الخليل. ليتك تكلم المواطن العربي قليلا عن هذه المدينة، جغرافيتها، طباعها، أهلها، واقعها الحالي وما يميزها. مدينة الخليل تقع في جنوب فلسطين تقريبا، وهي تبعد عن القدس مسافة ربما 30 كيلومترا. نعم. طبعا اذا ذهبنا الى القدس مباشره، انما اذا اردنا ان نسلك طريق وادي النار التي نسلكها للاسف الان للتف حول القدس فستكون المسافه اطول. قد يقول قائل، يا دكتور اعتذر على المقاطعه، قد يقول قائل لماذا لا تذهبون الى القدس مباشره، لماذا تضطرون الى الالتفاف؟ لاضطر الالتفاف لاننا ممنوعون من دخول القدس. من يريد ان يدخل القدس يجب ان يحصل على تصريح من قوات الاحتلال. نعم. وهنالك يعني لا يحوز هذا التصريح الا يعني لا يحاز الا بصعوبه وعبر اجراءات معقده، ولا يمنح مثلا لغير المتزوجين. نعم. حتى المتزوجون يفرض عليهم شروط العمر مثلا. نعم. انا كنت فرحا مثلا في رمضان
عندما وصلت يعني أو تعديت 45، لأنه كان في ذلك الوقت يسمح لمن تعد 45 في رمضان فقط وفي الجمعة فقط بالصلاة في الأقصى، وهذا فقط منذ عدة سنوات، قبل ذلك لم يكن هذا مسموحا. نعم، لذلك يضطر نعم. أهل الخليل. أجرت زوجتي عملية قبل عامين في القدس نعم. ولم يسمح لي بالذهاب لحضور العملية. إذن لذلك يضطر أهل الخليل للالتفاف وسلك طرق بعيدة للوصول نعم. إلى المسجد الأقصى نعم. لأنهم يعني ممنوعون من أن يذهبوا إلى يعني غير خلينا نقول يعني بقانون الصهيوني غير شرعية، إنما يقول يعني يدخلنا القدس، ندخل القدس من طرق التفافية وطرق يعني ترابية أحيانا وعبر طرق يعني تهريب بشكل يعني تهريب، كأننا يعني صاحب الأرض يدخل إلى أرضه عبر التهريب. أكمل لنا فيما يتعلق بالخليل يا دكتور، تفضل. الخليل الآن يتميز بأهم ما في الخليل، المسجد الإبراهيمي، وهو مسجد يعني قديم، الحرم كان الإبراهيمي. في فترة نعم. فترات معبدا ثم أصبح كنيسة ثم أصبح مسجدا ولم نعم. يكن كنيسا قط، يعني بعكس بعض الادعاءات الصهاينة أن هناك يعني دراسات تاريخية تثبت أنه لم يكن كنيسا صهيونيا أو كنيسا يهوديا قط على الإطلاق، ولكن الصهاينة للأسف قسموا هذا المسجد واخذوا قسما منه بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، أخذوا منه المجزرة التي حدثت في رمضان في فجر أحد الأيام في رمضان وقتل فيها عشرات المصلين، ثم نعم. أتبعها الصهاينة لقتل العشرات الفلسطينيين الذين احتجوا على هذه المجزرة. نعم، كانت المجزرة تقريبا في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، وكانت في 15 من نعم. شهر رمضان المبارك. نعم في أعتقد في منتصف رمضان نعم. ثم الخليل تتميز بالكرم، وهذا ليس غريبا عليها، هي مدينة أبي الضيفان إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام معروف بأنه أبو الضيفان وأنه كان من أكرم الناس وأجودهم، حتى أنه يعني ذبح للثلاثة من الملائكة الذين أتوه، قدم لهم عجلا سمينا، عجلا حنيدا يعني نعم. عجل سمين يعني، وبالتالي يعني كان مشهورا بالكرم، وتشتهر أيضا بتكيتها، هناك تكية تقدم الطعام لكل محتاج حتى وإن لم يطلب، يعني أي شخص حتى لو لم يكن محتاجاً وذهب إلى التكية تقدم له الطعام، وتشتهر بأنها المدينة التي لا يبيت فيها جائع. طبعاً هذا اصطلاح مجازي، للأسف الآن الأمور ربما لم تعد مثل السابق بسبب تزايد عدد الناس، ولكنها مدينة تشتهر بالكرم، تشتهر بالعنب، العنب الخليلي هو، وهناك أغنية فلسطينية مشهورة الشهد في عنب الخليل، رحمة الله على قائلها دكتور نعم. ماهضة الرئيس، ونتمنى لك العمر المديد والطويل دكتور جواد أبو هليل. في ختام هذه الحلقة ظل أن توجه رسالة إلى فلسطين التي تحب، ماذا عساك قائل كلمة للتاريخ تسجل عليك؟ تفضل دكتور جواد. هي أنا ما سأقوله، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، إيماننا بالنصر قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ما الذي يفرق؟ ما الذي يفرق أننا سيسجل التاريخ أن بعضنا، ونتحدث هنا عن المسلمين كافة وليس عن الفلسطينيين فقط نعم. أن بعضنا آمن بهذه الآية وطبقها وآمن بها وعمل قدر استطاعته لتحقيقها، وأن بعضنا شك فيها. أحسنت يا دكتور. فكل إنسان الآن مسلم أمام خيارين، إما أن يؤمن بهذه الآية أو لا سمح الله أن يراجع عقيدته. أحسنت دكتور عقيدة. جواد أبو هليل، فلسطين عقيدة قبل أن تكون وطنا يجمع العرب والمسلمين وكل المؤمنين بقضيتها العادلة، فلسطين باقية بهذه الروح الطيبة التي تتحلى بها دكتور جواد أبو هليل الشاعر الفلسطيني. للأسف انقضى الوقت سريعا، ونتمنى أن نلتقيك في فرص أفضل، ولعل الفرصة القادمة تكون هنا في الأستوديو. الكادر والجميع الإخوة العاملين، المخرج والإخوة الكافة العاملين في هذا البرنامج وهذه القناة الطيبة أهوى. شكرا جزيلا لك دكتور جواد أبو هليل الشاعر الفلسطيني. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم.